مسألة قناة السويس والسفينة زين هاي تونج 23. زين هاي تونج 23، شوف الحدوتة دي بالنسبة لي أصبحت حدوتة عادية جدا. يعني لما يجي يقول لك مثلا الله يا جماعة ده في سفينة مش عارف جنحت، ده في سفينة حصل كذا، ده في سفينة مش عارف عطلت، أي حاجة بعد قصة السفينة ايفر جيفن وايفر جرين والكلام ده، فبقى الموضوع بالنسبة لي عادي. والله العظيم أول ما قالوا الموضوع بتاع السفينة دي أول حاجة قلت عادي. عادي إزاي يا عم؟ قلت لهم عادي يا جماعة، إحنا بقينا لا مش عادي إنه حصل عطل، لا عادي نقدر نخلص القصة والمواضيع بالنسبة لنا بتبقى يعني ساعات بالكتير يومين تلاتة وكل حاجة بتعدي. اللي بيجرى في قناة السويس من تطور وتطوير على كافة المستويات، سواء إذا كان كوادرها وكفاءتها أو التطوير اللي بيجرى في التوسعة وفي التعميق وفي التكريك وفي حفر قناة تانية و و و و و حقيقي حقيقي شيء مبهر أمام العالم. ولو حكيت لكم اللي بيحصل في قناة بنما دلوقتي يعني هتقول بص يا أخي تصاريف القدر وربنا سبحانه وتعالى كريم معنا قوي. فوق كل ده كمان وما شاء الله تاتش وود، عائدات قناة السويس في ارتفاع، وأظنها هتسجل رقم تاريخي قياسي جديد بوصول لعتبة 9 مليار وكسور. هنا ناخد بكل ترحيب ومحبة وتقدير سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي صحة سيادة الفريق؟ المقدمة الجميلة دي. لا يا فندم خلاص، احنا اتعودنا ان مفيش مشاكل في القناة، اي حاجة بتحصل بتتحل يعني. اتفضل ربنا. والله الحمد لله. والله الحمد لله. هو ايه اللي حصل مع السفينة دي علشان الناس يعني لو عايزة تطلع على بعض التفاصيل؟ هي السفينة كان حصل فيها عطل في الماكينات وهي في الكيلو 157، يعني كانت لسه داخلة ببلاش 5 كيلو تقريبا من مدخل السويس الجنوبي. ولما حصل فيها العطل طبعا خلاص مبقاش في سيطرة على السفينة، وبالتالي شحط لجهة الشرق. دي طبعا تبقى للبيهيفير بتاع المركب، ممكن تروح الشرق او الغرب مفيش مشكلة يعني. فطبعا احنا دلوقتي من الخبرات الموجودة والكفاءات الموجودة في عمليات الانقاذ والقطارات اللي بتبقى جنب المراكب دي وتمر معاها القطارات المصاحبة، بتثبت السفينة في المكان اللي هي وقفت فيه عشان ما يحصلش ليها تفاقم للموقف، وبتستدعي او بتقول المشكلة، وبنبعت احنا قطارات اخرى عشان تساعد في عملية الانقاذ. وده اللي تم بالظبط. احنا بيعدنا زي قوات انتشار سريع كده في السويس والاسماعيلية وبورسعيد، فطبعا الحادثه دي كانت قرب السويس، فطلعنا 3 قطارات من مدينه السويس مع القطره اللي كانت موجوده، ال4 قطارات، وكان الموضوع يعني يعتبر سلس، الا ان كان في المخطاف، كان الابطال بتاع المركب كان رمى المخطاف او العلب يعني بتاع المركب عشان يثبتها بعد ما حصل عمليه عطل الماكينات، وبالتالي المخطاف ده لما نزل عقر في القاع، فبقت في مشكله ثانيه غير المشكله بتاعه ان احنا نقطرها، يعني مشكله فرسها يعني. وطبعا احنا برضو الحمد لله من المجهزين وحدات او ناس موجوده من الانقاذ يختصوا بيشوفوا ايه المشكله اللي تحت المركب قبل ما نبدا نعمل عمليه القطع، فما لقوا المخطاف ده هم فكوه يعني وسلكوه، وبالتالي المركب بقت سهله ان احنا نقطرها. الموضوع ما خدش منها 2 3 ساعات واتقطرت لغايه كان اقرب حاجه ليها انها تنزل ثاني خط السويس لغايه ما تتصلح. فعلا اتصلحت والطاقم بتاعها صلحها، والنهارده الصبح دخلت في القافله بتاعت الجنوب تاني تعيد تاني الكره، دخلت تاني والحمد لله خرجت وكل تمام الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. طب انا كنت بقول انه ساعات قاعد عمال اقرا تقارير ما، وهذه التقارير منشوره بره بصراحه بتتكلم على انه من المتوقع ان تصل قناه السويس في عائداتها ان شاء الله يا رب باذن الله تخش في 9 مليار، الكلام ده جد؟ والله احنا بنعمل طبعا، احنا الشهر الجاي ان شاء الله هو اخر السنه الماليه. احنا السنه اللي فاتت كنا عاملين 8 مليار. ايوه. احنا كنا بنتكلم ان احنا ان شاء الله السنه دي هنزيد حوالي 500 مليون كمان، يعني 8.5 مليار. ماشي. وبنعمل ان شاء الله خلال الشهر ده، يعني لسه الحسابات ما خدتش ان احنا نعدي الرقم ده باذن الله ان شاء الله. وهنطمنكم تقول الناس هنخبركم يعني ان يعني ممكن يبقى على شهر 12. لا انا بتكلم على شهر السنه الماليه بتاعتي لاخر 6. لكن انا اتوقع انه او على حسب ما تقول الصحافه الغربيه الحقيقه انه بيتكلموا على انه بنهايه العام توصل لل 9 مليار، ده متوقع جدا. طبعا ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا الحمد بإذن لله. سياده الفريق مش عاوز ننسب الفضل، سياده الفريق مش عاوز حسد اللي هو يعني شيلوا العين عننا شويه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب يعني انا مع حضرتك، اتفضل يا فندم. اتفضل. لا انا كنت بقول يعني عايزين نرجع برضه الفضل يعني طبعا ربنا الاول، وبعد كده الاستاذ الرئيس عبد الرحيم اللي بيتابع معانا يوميا
اللي بيحصل في القناة والتطوير اللي بيحصل سواء في كان في المجرى الملاحي أو في الأسطول نفسه. الحقيقة إن هو ما شاء الله. دعمنا دعم كبير جدا، وأنا بصراحة ما شفتش الدعم ده بالطريقة دي أبدا. يعني أنا لما أقول إن أنا عايز 4 قطرات يقول لي خليهم 10، بيحصل الكلام ده ما بيحصلش. يعني بالعكس، أنت تقول عايز 10 يقول لك خليهم 5 عشان المصاريف، تقول عايز 4 يقول لك خليهم 10. ودايما القناة اللي عندها قدرات عندها إمكانيات تكون أحسن حاجة قدام العالم، ودي قناة مش قناة إقليمية ولا قناة، دي قناة عالمية، فلازم صحيح. حاجتها وقدراتها وامكانياتها تكون اعلى حاجه وعلى اعلى مستوى. طب ما هو بصراحه هو بيدعمنا دعم كبير جدا، وبيخلينا طبعا ان احنا نبذل اقصى جهد عشان نبقى عند حسن الظن اللي هو بيقدمه لنا ده، مش احنا بقى نتخاذل يعني. طب سيادة الفريق، أعتقد إنه لما الفريق أسامة ربيع يطلب 4 والريس يقول لا خليهم 10، على ما يبدو بالنسبة لي إنه هناك رؤية لمضاعفة السفن اللي بتعدي في قناة السويس من حيث العدد، أو مضاعفة الأحمال اللي بتبقى موجودة، الغواطس إلى آخره. يعني من 4 ل 10 ده احنا بنتكلم في زيادة 2.5 مرات. في النص. تمام، صح طبعا، كلام حضرتك مظبوط. والحقيقه ان احنا يعني برضو يعني الحسبه، يعني هو لما قال لي انت هتحتاجهم من 10، قلت له ده انا محتاجهم قوي. قال لي طب ما بتطلبش ليه؟ قلت له يعني انا بطلب برضه على قد يعني الحدود، وبعدين لما تزود. قال احنا لا مش عاوزين نتقل يعني. يعني برضه مش عايزين نتقل، يعني زي ما بنقول مش عايزين نتقل يعني. هو السيادة بصراحه في الحاجات دي يقول لك لا، قناه السويس اللي عايزاه قناه عالميه، اللي محتاجاه تجيبوه ما دام محتاجينه. لدرجه ان احنا بنعمل دلوقتي قطرتين كمان 190 طن قوه شد، يعني دي عمليات الانقاذ بقى. حتى قلت لي يعني ممكن تشتغل في عمليات الانقاذ مش في قناه السويس بس، بره كمان ممكن حد يحتاجها وتاجرها وبتاع. فقال لي خلاص نعملهم على طول. يعني قصدي سيادته بصراحه يعني بيقدم كل الدعم، وبالتالي احنا مش ممكن ناخر اي جهد ولا نقول اي جهد ان احنا نرفع مستوى القناه عالميا. وهي هي بقت برضه محط انظار العالم كله قناه السويس بالتطوير اللي بيحصل فيها وبالخدمه اللي بنأديها وكفاءة المرشدين اللي بيشتغل على المراكب دي، زي الناس بتشكر فيهم بتقول على كفاءتهم. ان احنا بندربهم بنرفع كفاءتهم في السيميليتر اللي عندنا، اللي اكبر سيميليتر موجود في الشرق الاوسط، والناس على حقيقه على مستوى عالي جدا. يعني احنا النهارده مثلا بالمناسبه، يعني امبارح كان في 89 سفينه، النهارده في 88 سفينه في 6 مليون طن، والقباطين شغالين، يعني المرشدين شغالين للنهار بصراحه، يعني ما بيريحوش. فبرضه احنا يعني من خلال البرنامج بتاعك نقدم لهم كل الشكر والتقدير طبعا والتحيه على اللي بيقدموه لخدمة البلد وخدمة قناة السويس ورفع مستوى قناة السويس، وعالميا تبقى ازاي نظرة العالم لينا يعني. صحيح. سيادة الفريق، يعني ما شاء الله وتاتش وود والله أكبر، ويعني من الأفضل إلى الأفضل منه. كل الشكر لسيادتك يا فندم، وكل الشكر لكل فريق العمل اللي موجود في القناة علشان نوصل لهذه المرحلة من الإطمئنان دائما إنه لا توجد أي مشكلة في قناة السويس لا تحل، بل وفي أسرع وقت ممكن. كل الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.